بسم الله الأب ابن الروح القدس إله الواحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من إنجيل لوقا 6 عدد 38. الكتاب المقدس يعلمنا، يقول: أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. مبارك اسمك يا رب. أخوتي الأحبة، هناك الكتاب المقدس يعلمنا، يقول: أعطوا تعطوا، تعطون تأخذون، والرب يجازيكم. كونوا باب خير وبركة لغيركم. أخوتي الأحبة، صلوا، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كونوا بركة لغيركم، صلوا من أجلهم، ساعدوهم، صعدوا، قدموا يد العون اللي محتاج. وهناك كتاب المقدس هم يعلمنا نقدر نجيبه على شاهد ثاني على هاي الآية، هي من ملاخي متقدم العشورة، من ملاخي 3:10. الكتاب المقدس يعلمنا هنا، يقول لنا الشاهد الأول: هاتوا جميع العشور إلى خزنة ليكون في بيتي طعام، وجربوني بهذا قال الرب الجنود، إن كنت لا أفتح لكم كوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا تسألوا. معقولة يعني الرب يعني محتاج أكل في بيته؟ طبعا لا، وكل شيء عمل يديه، الكون، احنا كل شيء عمل يديه. بس انت من تساعد الكنيسة في عشورك، الكنيسة تساعد غيرك، تساعد المحتاج في أمور عندها منه. وكثير الناس يقولون هنا يعني بس الإنجيليين يقدمون العشور. انت لو حتى في كنيسة كاثوليكية أو أرثوذكسية تقدر تقدم عشورك، انت ما عليك بالناس، قدم عشورك، شوف الله شلون يوفقك، يباركك في عدة طرق: طريق الصحة، طريق العمل، حبك، محبة في العائلة، عدم المشاكل بالأولاد، تربية زينة. ومن ضمن الأمور حتى الأمور اللي يسمونها المادية، حتى المعيشة همينها. مهنا من يقول رب اعطوا تعطوا، هذا من اللي يتكلم الرب، والرب كلامه صادق وأمين. أخوتي الأحبة، ربي يقويكم. شوي متأخر الليلة، لسه أول الصبح. ربي يبارككم، تصبحون على خير، وجود نايت، أشوفكم فيديو ثاني.